إسرائيل ليست الدولة الأولى التي تلغي المباريات في الدوري الإيطالي، ربما جميع المباريات تؤجل أو تلغى. نعم يعني حتى هذه اللحظة وفور دخولي إلى هنا إلى الاستوديو وأنا يعني نتابع الأخبار ما يحدث في إيطاليا. إيطاليا تشهد هذا الموسم يعني تنافسا كبيرا بين الكبار إنتر ميلان، يوفنتوس، لاتسيو وأيضا العديد من الفرق الإيطالية التي تريد أو أعادت نوع ما من البهجة وأيضا المنافسة القوية في هذا الدوري. الفيروس ألقى بظلاله السيئة على أيضا الرياضة وأيضا اليوم نشاهد أن هناك إلغاء للعديد من المباريات. الآن هناك دراسة من قبل الحكومة الإيطالية محمد إلى إلغاء أو إقامة المباريات بدون جمهور. نعم. وهذا قد يشكل ضربة قوية. اليوم تحدث عن ذلك وليس المسابقات. نعم. يعني تحدثنا وأيضا عن أولمبياد طوكيو. هناك أنباء تقول لربما قد يتم تأجيل هذه المسابقة العالمية.